السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنشرح لكم إن شاء الله في هذا الفيديو كيف تختارون الشتلات التي تريدون غرسها في منازلكم أو في الأراضي المستديمة إذا أردتم الاستثمار فيها. هذه الشجرة التي أمامكم، انظروا إلى ساقها الآن كيف صار، لقد تعرض إلى أشعة الشمس وقد اكتوي ساقها وانحرق تماما، الجلد احترق تماما بسبب أشعة الشمس. لماذا؟ لأن هذا الساق الطويل بطول تقريبا متر ونصف ولا يوجد فيه أي تفرعات، أي غصن من أغصان السفلية التي تحمي الجذب، التي تحمي الساق عفوا. هذه الشجرة لقد اشتريت كما ترونها تماما. غالبا وأغلب الناس يختارون الشتلات ذات الطول أو ذات طويلة أو ذات الساق الطويل. لماذا؟ يقولون أغلب الناس يقولون ستعطي ثمار تقريبا في عامها الأول أو عام ونصف من غرسها، ولكن هذا خطأ. قد تغرسون مثل هذه الأشجار ولن تعطيكم أي تفرعات وأي نموات، ربما تغرسون مدة عام ولن تعطيكم أي تفرعات وأي استجابة. لماذا؟ لأنها قد تكون متأثرة بسبب الأصص الذي كانت موجودة فيه. أغلب البساتين من زراعة الزيتون والليمون يزرعون على في الأصص البلاستيكي ولا يغيرون البلاستيك الأصص من تقريبا من سنة إلى سنة أو من سنة ونصف إلى سنة، دائما غالبا ما يضعونها في نفس الأصص، لهذا تتأثر جذورها من الأسفل. هذه الشجرة أيضا أمامكم، هذه شجرة إيجاس، انظروا إلى طول الساق تقريبا متر ونصف. انظروا، لقد غرست هذه الشجرة لمدة سنة الآن من غرسها ولا يوجد فيه أي تفرعات. غالبا ما يكون إخواني الكرام تضرر في الجذور. وهذه الشجرة التي أمامكم الآن، انظروا كيف هي نموات طويلة وكيف صارت وبحجم أكبر ما شاء الله. هذه الشجرة غرست في نفس الوقت التي غرست فيه تلك الأشجار التي رأيتموها في بداية الفيديو، لكن هذه الشجرة اختورت فتية من الأول وساقها كان فتيا وبه نموات جيدة. دائما يجب عليكم اختيار الشتلات الفتية ذات الساق الفتي، غالبا ما تكون منذ غرسها تقريبا 10 أشهر إلى عام فقط تكون جيدة. هذه الأشجار التي تكون جيدة جدا، لا تختارون الأشجار ذات الساق الطويل والتي تكون خالية من الأفرع، دائما ما تكون متعرضة لأشعة الشمس الحارقة. هذه الشجرة ليس بها أي أضرار. وعندما تغرسون أي شجرة كيفما كان نوعها من سطح الأرض إلى بداية تفرعاتها يجب قطعها آنذاك، يمكنكم تربيتها على 3 أفرع أو 4 أفرع. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم.